السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الاعزاء متابعين قناتي وفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو اتمنى انكم تعملوا لايك على الفيديو ده، وكمان لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه. ويلا بينا نعمل فيديو سهل وجميل جدا جدا استكمالا لسلسله الفيديوهات بتاعتنا. هنعمل دلوقتي حاجه سهله قوي في يومك، جميله جدا جدا. بصوا اجمل حاجه واول حاجه بدات بيها اعملها، كنت بعملها الاول بالخياطه ولكن حسيتها بالشمع هتبقى اسهل، هسهلها عليكم وهوريكم بقى الخلاصه بدل ما تقعدوا تبداوا لسه من الاول وتتعبوا. لكن لو انتم ما عندكوش مسدس شمع عادي ممكن تخيطوها، وهقول لكم الطريقه ازاي. هنحتاج حوالي 22 سنتي من الستان، ده ستان عريض عرض سمك 4 سنتي. لو عندك حاجه سمكها اكبر ممكن تستخدميها بيبقى احلى كمان. بصوا هحتاج من الطول ده قطعتين قد بعض، فهبتدي اقص. بسم الله. طبعا المسدس بتاعي المقص بتاعي وحش، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اقص بالظبط. بسم الله. حاولوا بس تجيبوا مقص حامي عشان ما يبوظلكوش الشغل ويبوظ لكم الستان. الحاجات دي بفلوس ويعني مكلفه دلوقتي بصراحه، يعني لسه حتى عامل الشغل بصوا مش مظبوط المقص بتاعي. اهم حاجه ان احنا نساوي الاطراف كده علشان الشغل بتاعنا ما ينسلش مننا، ولو انت بتبيعي وهتسترزقي منه وهتبيعي فتبقي ايه. اقعدوا هنا يا بنات، تبقي بتكسبي بالحلال، يعني ان الحاجه تبقى شغلها حلو شغلها نظيف. يعني كده احنا قطعنا الشغل بتاعنا، عملنا 22 سنتي، ممكن 20 سنتي برضه هتنفع. هنبتدي ان احنا نقسم الفنكه كده، نتنيها ونعلم كويس قوي علشان طبعا ده لونه بنفسجي مش باين قوي، فهنحاول نعلم كويس قوي. وهنيجي عند النص كده وهنعمل خط بمسدس الشمع، مش عارفه يا رب يكون واضح في الكاميرا. وهنبتدي ان احنا نلزق كده، وهنجيب الطرف التاني ونلزق كده. طبعا لو احنا عاملينها بالابره والخيط هنعملها من هنا كده بالابره والخيط ونكشكشها، هنشد الخيط بتاعنا وهتتكشكشيها هتبقى حلوه. الشمع بيلسع قوي للاسف. طيب ايه اللي هنعمله تاني بعد ما عملنا الخطوه دي؟ دي اول خطوه في الموضوع، شايفين ابتدت يعني تبان شويه. هنبتدي بقى نحط نقطه شمع هنا او نقطه شمع هنا على حسب ما احنا عاوزين. هخليها من بره عشان تفهموا بس ان كنت عاملاها من بره ليه دلوقتي. بسم الله، عشان لسه هرجعهم لورا تاني، ركزوا بس معايا في التفاصيل. وهعمل لكم واحده كمان دلوقتي، او تقدروا تبطئوا الفيديو او تعيدوه، انا هعملها لكم واحده واحده اهو. وبعدين هنعمل كده، ولو عندكم بقى حاجه تمسكوا بيها يبقى افضل عشان ما تتلسعوش زي كده كل شويه من الشمع كده. سوى شويه تجمد، بصوا ما لزقتش، هي مش ملزقتش كلها، حته كده بس ايه اهي كده. عملنا اول تاني خطوه لازم اشوف حاجه امسك بيها. كان معايا هنا حاجه زي ملقط كده او دبوسه شعر زي دي. خلاص نعمل بقى الناحيه التانية كمان بالمره علشان نمسكهم مع بعض. شوفوا بقى ابتدت ان هي تبان ان هي في يونكا اهي. هنعمل كده، بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاولوا بقى وانتوا بتعملوا كده تبقوا عمالين تذكروا ربنا. طبعا انا برغي دلوقتي عشان انا بتكلم معاكم في الفيديو وبشرح، لكن انتوا طبعا انتوا بتبقوا شغالين بقى تبقوا شغالين في صمت. بذكروا ربنا كده، شايفين بقت جميله خالص، فيونكه جميله. هنتنينا بس ماسكينها شويه كده لحد ما تجمد، او تستخدمي بقى الحاجه دي وتسيبيها على جنب مع عرسنا الجميل دول. وهنعمل واحده ثانيه دلوقتي اهي. نيجي كده ونقوم تانيين كده، بسم الله اهو. عملنا علامه اهو في النص، انا شايفه العلامه من عندي اهي، بنزل عليها بمسدس الشمع كده كده
اتكينا عليها كده شويه باي حاجه طبعا لحد ما مسكت. وهنبتدي نعمل برضو زي ما وريتكم في التانية، هنعمل نقطة هنا وهنقفل عليها كده. بسم الله. وبعدين هنبتدي ان احنا نرجعها كده لورا. بصوا كده اهي، وهنبتدي برضو نلزق شوية شمع هنا بس اهو. بعد ما ديت لزقت نجيب دي بقى نلزق دي كمان. هي تعتبر بنت، هنلزقهم على بعض دلوقتي وهوريكم تقفلهم، ونقدر بقى نحطهم على اي طوق عندنا سواء مغلفينه او احنا شارينه متغلف. على فكره نسيت اقول لكم في الفيديوهات اللي قبل دي ان احنا اصلا ممكن نشتري الاطباق ديت متغلفه، يعني بتنباع جاهزه متغلفه بحوالي مثلا 12 طوق بحاجه 20 جنيه، بتسهل علينا برضو الشغل بدل ما تقعدي تغلفي. بس انا طبعا بغلف دول علشان دول اصلا كانوا عندي، وعندي الستان اصلا اللي يغلفهم، فانا ابتديت ان انا اغلفهم. وانا وريتكم ده في الفيديو اللي فات وانا بغلفه، يعني تغليفه سهل لو عايزين تشوفوا التغليف بتاعه. وفي نفس الوقت هوريكم دلوقتي انا ما كنتش عارفه احط عليه ايه، كنت محتاره بين ده وبين الورد، فانا هحط عليه دلوقتي فيونكه وتشوفوها برضو. ممكن الفيونكه تعملوها بحاجه زي كده، هوريكم دلوقتي هنلزقها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلزقهم في بعض هيبقى شكلهم احلى. طبعا الشغل دوت لو بتشتروه جاهز مش هتلاقوه بالجوده دي وبالحلاوه دي، يعني بنعمل حاجه يعني محترمه متكلفه، ومتكلفه حاجات بسيطه مش بمقابل اللي احنا بندفعه اصلا. شايفين ما شاء الله التوكه ابتدت تبان اهي. عايزه بقى تعمليها هنا بحاجه زي كده تبقى حلوه برضو، عاوزه تحطيها على الطوق بتبقى حلوه جدا برضو، بس لسه هنغلفها دلوقتي باي قطعه ستان على هنا عشان نداري الشمع ونحط عليها اي حاجه احنا عاوزينها. طبعا لو في ستان من ده بنفسجي عندك هتعمليه نفس اللون وهتعمليه كده، لكن انا ما عنديش، فانا هجيب قطعه ستان منها وهعملها. ممكن في الوان تانية بتبقى لايقه درجات برضو من اللون الموف عادي بقى، فانا هجيب قطعه من الستان العريض دوت وهستخدمها دلوقتي. هقص اي قطعه كده عايزه اقصها. بسم الله. هنبتدي بقى ان احنا نسويها كده باي حاجه عندنا. طبعا شايفين المقص زي الزفت عامل ازاي، بس مش مشكلة هنتصرف. يعني هي في الاول وفي الاخر مش هبان يعني. بصوا كده هنعمل دي كده وهنعملها كده. تيجي بقى بالولاعة وخلوا بالكم علشان ده بيلسع جامد، لسعته وحشة الستان اكتر من الشمع. بسم الله. كده عملنا ناحية، هنعمل الناحية التانية. عايزة تعمليها العكس بيبقى افضل. كده بعد كده هنحطها هنا وهنبتدي نلزقها. بصوا الشكل بقى تحفة ازاي، ايه رأيكم؟ فيهم كمان تحفة في 5 دقايق. طبعا انا مطولة الفيديو لما بعملها لوحدي، بعملها اسرع من كده عشان بس بشرح لكم. هنجيب القطعة اللي احنا عملناها السهلة دي ونحاول ان احنا نشد. طبعا انا عشان خايفة من الشمع فبعمل بحذر قوي. اهي لو حاجة بقى ظهرت مننا زي كده عادي نعملها بمسدس الشمع او بالولاعة، بس انا ما بحبسش في المرحلة دي ان احنا نستخدم ولاعة. يعني بصوا طبعا انا اتلسعت من الشم فلازم نستخدم حاجه. انا استخدمت هنا مقص، مش عارفه انا كانت باينه الحته اللي فاتت دي ولا لا، بس استخدمت هنا المقص وعملتها كده عادي بقى. ممكن تلزقوها زي ما قلت لكم دي كده، او الكليبسات اللي هي اللي زي دي بتنباع برضو عند بتاع الكلف،
حلوة جدا ورخيصة. وكمان هنبتدي ان احنا نلزقها في طوق، هيبقى حلو برضو. ممكن تلزق واحدة هنا وواحدة هنا، برضو اللي يعجبك، دي حاجة ترجع لك يعني. ده كان الفيديو بتاعنا، خفيف سهل كده، في يومك جميلة وسريعة، واتمنى يكون بيجعلكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.